يقول السائل: رجل أدى طواف العمرة وصلى سنة الطواف ثم اتجه إلى زمزم ثم إلى الصفا دون أن يعود لاستلام الحجر الأسود قبل السعي، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، لأن الرجوع إلى استلام الحجر سنة وليس واجبا، فإذا تركه لا شيء عليه، لا سيما في وقتنا الحاضر وقت الزحام الشديد، ما يتمكن الإنسان أنه يرجع ويستلم الحجر لشدة الزحام. نعم.